أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وفيها. قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 تجاوزت 6 مليارات دولار. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الأرقام النهائية أرسلت بالفعل للبنك المركزي تمهيدا للإعلان عنها قريبا، ويمثل وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 6 مليارات دولار زيادة بنسبة 100% عن استثمارات 2012 إلى 2013 التي بلغت 3 مليارات دولار فقط. قال مسؤول عراقي في قطاع النفط إن عقدا معدلا وقعته شركتا بريتش بتروليوم البريطانية وسي إن بي سي الصينية الأسبوع الماضي يتضمن زيادة حصة كل منهما في مشروع مشترك لتطوير حقل الرميلة النفطي. كان مسؤولون عراقيون قالوا إنه بموجب العقد المعدل خفضت بي بي مستوى الإنتاج المستهدف للحقل العملاق إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 2.85 مليون مع تمديد أجل الصفقة. كانت بي بي تحوز في العقد الأصلي 38% في مشروع الرميلة، بينما كانت تبلغ حصة سي إن بي سي 37%، وتسيطر شركة تسويق النفط العراقية على النسبة الباقية. أعلن رئيس الوزراء اليوناني أنطونيو ساماراس إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام للمرة الأولى منذ 8 أعوام. كما وعد ساماراس في خطابه عن سياسات الاقتصاد العام الاقتصادية في اليونان بخفض الضرائب على زيت التدفئة 30% ليعكس بذلك إجراء تم فرضه في 2012 وفشل في تحقيق إيرادات إضافية فضلا عن التأثير سلبا على البيئة. وأثنى رئيس الوزراء أيضا على النجاح في إصلاح قطاعات الصحة والأمن الاجتماعي والتعليم بالبلاد من خلال خفض النفقات الزائدة ومكافحة الفساد. ألغت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا ما يزيد على 200 رحلة طيران للمسافات القصيرة نتيجة إضراب استمر لست ساعات للطيارين بمطار فرانكفورت الرئيسي، حيث دعت النقابة طياري الرحلات القصيرة للإضراب، ما جعل الشركة تقوم بإلغاء عدد من الرحلات المقلعة من فرانكفورت. ويأتي هذا الإضراب في إطار طلب الطيارين زيادة رواتبهم 10%، وكذلك طلب الطيارين براتب انتقالي للراغبين في التقاعد مبكرا، بينما ترغب الشركة التي تواجه منافسة شرسة من شركات الطيران الاقتصادي في كل من أوروبا والخليج العربي في خفض تلك النفقات. وإلى إيرادات الأفلام السينمائية في أمريكا، حيث ظل ترتيب صندوق الإيرادات كما هو من الأسبوع الماضي، وواصل فيلم الحركة الأبطال الخارقون Guardians of the Galaxy وللأسبوع الثالث على التوالي تربعه على عرش إيرادات السينما في أمريكا مسجلا أكثر من 10 ملايين دولار. في حين حافظ فيلم المغامرة والكوميديا سلاحف النينجا تينيج ميوتنت نينجا تورتلز على المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 6.5 مليون دولار. كما حافظ الفيلم الدرامي If I Stay على المركز الثالث والذي احتله أيضا الأسبوع الماضي بإيرادات اقتربت من 6 ملايين دولار. وإلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، حيث واصل كل من اليورو والإسترليني انخفاضهما أمام الدولار. بلغ سعر صرف اليورو دولار و29 سنتا، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى دولار و61 سنتا، ذلك بينما استقر الدولار عربيا أمام الريال السعودي ليساوي 3.75 ريالات و3.67 دراهم إماراتيا. أما أمام الجنيه المصري فانخفض سعر صرف الدولار ليصل إلى 7 جنيهات و14 قرشا مصريا. كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الاقتصادية. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.